الجيش المصريين. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على مستوى الكفاءة القتالية والاطمئنان على مدى جاهزية الوحدات والتشكيلات لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها بكفاءة واقتدار. وألقى اللواء أركان حرب عمرو جميل قائد المنطقة الجنوبية العسكرية كلمة أشار خلالها إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لوحدات المنطقة الجنوبية العسكرية، مشيرا إلى أن حماة الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي سيظل محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام المكلفين بها للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته. وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيدا بما يبذله رجال المنطقة الجنوبية العسكرية من جهود وتضحيات بروح معنوية عالية وعزيمة لا تلين للحفاظ على أمن واستقرار الحدود الجنوبية للدولة. كما أكد أن القوات المسلحة حريصة على بناء قدراتها البشرية وتطوير إمكانياتها القتالية والفنية في كافة التخصصات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات، فضلا عن دورها الداعم لمسيرة بناء الدولة المصرية وخططها الطموحة للانطلاق نحو المستقبل المشرق. وأوصى القائد العام للقوات المسلحة بضرورة الالتزام بتقاليد العسكرية المصرية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات، لتظل القوات المسلحة الحصن المنيع لكل من تسول له نفس المساس بالأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. كما طالبهم بمواصلة البحث والاطلاع للارتقاء بمستوى الوعي لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة. التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من رجال المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار اللقاءات الميدانية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب هاني مسعد شبانة قائد المنطقة الغربية العسكرية، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود لمقاتلي المنطقة الغربية العسكرية، مؤكدا أن رجال المنطقة دائما في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية، مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مؤكدا أن أمن مصر وسلامتها يكمن في الحفاظ على قواتها المسلحة قوية قادرة على مجابهة كافة المخاطر والتحديات،
مشددا على أن الجيش المصري جيش قوي ورشيد، مهمته الأساسية الدفاع عن حدود الدولة المصرية وحماية مقدرات شعبها العظيم والحفاظ على الأمن والاستقرار للنهوض بالدولة المصرية، مشيرا إلى أن أفراد القوات المسلحة هم نتاج خيرة شباب هذا الوطن الذين تم اختيارهم وفق محددات وضوابط عديدة تحقق الوصول لأفضل العناصر لنيل شرف خدمة الوطن، مضيفا أن من المهام الأساسية للقوات المسلحة التدريب الجاد والواقعي للوصول بمستوى الاحترافية لتنفيذ أي مهمة تسند إليها تحت مختلف الظروف. وأشاد القائد العام للقوات المسلحة برجال المنطقة الغربية العسكرية وما يبذلونه من جهود في تنفيذ مهامهم وحماية بوابة مصر الغربية ضد أعمال التهريب والتسلل عبر الحدود، بالإضافة إلى أي عدائيات في ظل التهديدات التي تمر بها المنطقة، وطالبهم باليقظة الدائمة والحفاظ على الأسلحة والمعدات لفرض السيطرة الأمنية الكاملة على حدودنا الغربية. وفي سياق متصل، قام الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بجولة تفقدية جوا لعدد من نقاط التأمين الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي للاطمئنان على مدى جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها. شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية، والذي تضمن ختام فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية 8 جائزة الفريق إبراهيم سليم، والتي شملت مسابقة الأنظمة غير المأهولة أرضية جوية بحرية في نسختها 8 ومسابقة الأقمار الصناعية في نسختها 4 ومسابقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في نسختيهما 2، كذلك ختام مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي 8 لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة. بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أستاذ دكتور معتز إبراهيم أبو النور مدير الكلية الفنية العسكرية، أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وابتكارات بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي وخلق المناخ المناسب للمنافسة العلمية التي تواكب الطفرة الهائلة بمختلف المجالات العلمية الحديثة. أعقبه إعلان نتائج المسابقة وتكريم المتميزين بالمسابقات والمؤتمر العلمي وعدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين من دارسي الدراسات العليا. كما قام الفريق أول عبد المجيد صقر بالمرور على المعرض العلمي وشاهد نماذج من مشروعات التخرج المتميزة لطلبة الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، كذلك النشاط البحثي لأعضاء هيئة التدريس مشيدا بالمستوى المتميز لمختلف الابتكارات والأنشطة العلمية البحثية التي تم عرضها والتي تعظ من أوجه الاستفادة العلمية للتطور العلمي المتسارع بكافة العلوم الحديثة. كما أكد على الدور الهام لمجال البحث العلمي في مواكبة التطور التكنولوجي بكافة المجالات بما يحقق الدور الإيجابي الذي يسهم في خدمة وتقدم مصرنا الغالية. تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى وحدات التدريب الأساسي للمجندين بالقوات المسلحة، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة منظومة الإعداد والتأهيل العسكري للجنود المستجدين. بدأت الجولة بالمرور على عدد من الأنشطة والتمارين الرياضية التي ينفذها أفراد القوات المسلحة يومياً بما يسهم في الحفاظ على معدلات اللياقة البدنية في أعلى مستوياتها.
كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالجنود المستجدين ونقل لهم تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية الفرد المقاتل وتوفير كافة الإمكانيات لضخ دماء جديدة من خيرة الشباب المصري المؤهل علميا وبدنيا ومعنويا لتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته، وأشار إلى أهمية تفهم الجندي لمهامه التي يكلف بها منذ لحظة انضمامه الأولى للحياة العسكرية والتي ترتكز على الانضباط العسكري الذاتي والتدريب الجاد وفقا لمنظومة الإعداد والتأهيل المتطورة، وأوصاهم بالحفاظ على المستوى المتميز والثقة العالية بالنفس والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية، كما شاركهم تناول وجبة الإفطار. عقب ذلك قيام الفريق أحمد خليفة بتفقد العملية التعليمية والحالة الإدارية ومنظومة التدريب التي يتم تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع تطور نظم وأساليب القتال الحديثة. معربا عن تقديره لكافة القادة والضباط وضباط الصف المنوطين بأعداد وتأهيل المجندين للحياة العسكرية بما يضمن قدرتهم على أداء الواجب الوطني بكل فخر واعتزاز، حضر الجولة التفقدية عدد من قادة القوات المسلحة. في إطار جهود القوات المسلحة في دعم المجتمع المدني وبناء على توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الوطن من ذوي الهمم، كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة إدارة التجنيد والتعبئة باستمرار توفير سبل الرعاية والتيسير عليهم من خلال تسهيل الخدمات التجنيدية المختلفة، حيث نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة البحيرة مراسم تسليم شهادات الإعفاء الطبي وإنهاء المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بالمحافظة، وذلك بعد توقيع إجراءات الكشف الطبي على المستفيدين بأماكن تواجدهم. وألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أكد خلالها حرص القوات المسلحة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة لتسهيل إنهاء إجراءات المواقف التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن من خلال دفع اللجان بكافة مناطق التجنيد والتعبئة بمختلف محافظات الجمهورية، فيما ألقت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة كلمة أعربت فيها عن تقديرها للجهود التي تبذلها القوات المسلحة لتقديم الرعاية الاجتماعية لذوي الهمم وتقديم التسهيلات التجنيدية لإنهاء مواقفهم التجنيدية، مشيرة إلى أن ملف ذوي الهمم يعد من أهم الملفات التي تولي إليها الدولة اهتماما بالغا. أهم شكرا رئيس الفتح سيس عشان منصة وحقوق في المجتمع، فنحن قتلوا باختلاف. الولاد فرحانين جدا، وحتة انه احنا نروحوا من المكان وياخدوا الإعفاء وكده، فده وفرنا العناء والتعب والمشقة عليهم. بدل ما كنا نروح لمنطقة التجنيد ونتعب وفرونا الخدمة دي لحد هنا، ريحونا أحلى راحة. كما تضمنت المراسم عددا من الفقرات الفنية لذوي الهمم الذين أعربوا عن عميق شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من أوجه الرعاية والاهتمام بما يسهم في رفع الروح المعنوية ورسم الابتسامة على وجوههم.